اسمع زين، قبل 3 سنوات مثلا كانت تتأجر ب20، فأنت ساكن ب20، استوت الطفرة الاقتصادية، استوت الزيادة في الرواتب، استوت كذا كذا كذا، فارتفع مثلا. أنا أقول لك نفسها. مثلا فاللي صار إن المنطقة كلها ارتفعت الإيجارات، طلعت بنايات جديدة، طلعت كذا، هاي البناية قاعدة تأجر مثلا ب50، هذه ب45، هاي ب60، هاي بكذا، فأنت تأخذ بنفس المنطقة. الحين أنت لا بعد شوية نحن نشوف، نحن مش مع التجار ولا بأن هذا ولا يعني ولا مع الجشع. جديدة مثلا، عفوا يا أخوي، يعتمد على عمر البناية. ترى هذا هو جديدة. شو أقول لك أنا الحين؟ أقول لك بعد أنت قيسه على نفسك يا أخي، حط نفسك أنت مالك العقار. أوكي بس يعتمد على البناية إذا فيها خدمات. يعني البناية ما فيها خدمات الله يطول بعمرك. طويل العمر يعني من يفصل في هذا الموضوع؟ لا أنا أدري، بس أنا أقول لك يعني البنايات. إذا أسألك أنا الحين، من يفصل في هذا الموضوع يا فادي؟ دائرة الإيجارات. خلاص أنت عارف الجواب. انت سالتني سؤال اللي انا فهمت اللي سالتم اياه، هذا الجواب اللي ياني. بس استفسر لي الحين، اذا مثلا جاء المالك رفع الاجار ل60، او مثلا جيت انا رفعت قضيه عند مال اجارات، ترى جاوبتك يا طويل العمر، هذا الجواب اللي وصلنا. ترى هالقضيه مش اول مره تنطرح، نحن سالناهم قالوا نحن عندنا نظام المناطق والايجار بالمثل او المعامله بالمثل على حسب الايجار في المنطقه، ويحق للمالك ان يزيد بعد 3 سنوات. أوكي. يعني السنه الاولى والثانيه يحطون نسبه معينه يزيد عليها المالك. يعني ما في داعي مثلا ان مثلا تكون موحده مثلا في الشارجه مثل قبل يعني 8 سنوات او 10 سنوات او اكثر. يعني تكون في فتره يعني زياده مثلا 5% في السنه، او مثلا خلوها يا اخي في السنه. هذا اعتبره اقتراح على الهواء مباشره يا اخي، بدون ما ياخذه كل 3 سنوات، بعد 3 سنوات يزيد مثلا 30,000 يا اخي. خلي يسوي مثلا زياده في السنه 5% يا اخي، 10% يا اخي. بس مو بأن كل ما أنت تعرف، أوكي الأجارات كل مالها تزيد، إذا كل شيء يزيد، الأكل يزيد، الخضرة تزيد، كل شيء يزيد، حتى يوم تغسل سيارتك بعد 35 درهم. طيب هالزيادة بس في الإمارات يا طويل العمر؟ لا كل مكان في العالم. بس تعال حسبها الحين، عارف كيف؟ مثلا أنا موظف أسلم راتب وقدره، زي يوم كل شيء بيزيد علي، الأجار، الكهرباء والماء ما شاء الله، الفاتورة لا تحسبها زيادة ما شاء الله. على فكرة يا أخي، شوف دائما نحن يعني ما أدري والله كلامي على أي أساس راح يحسب، ولكن موجة الغلاء هذه عالمية، هاي المشكلة اللي حاصلة. هذا واحد. ثاني شيء على فكرة، لا بس خليني أوصلك معلومة يمكن معظم الناس مع الأسف ما تعرفها، أن أنت تدري أن الدعم في دعم من الحكومة للكهرباء. الله يطول بعمره ويجزاهم الله خير، الحمد لله. يعني احنا امين يا رب العالمين. لكن انا اسالك، انت تدري ولا ما تدري يا فادي؟ العالم الحمد لله رب العالمين. فادي تدري ان في دعم من الحكومه للمي والكهرباء؟ انا عارف هذا الشيء، سمعت، عارف ان في دعم من الحكومه يجزاهم الله خير على الكهرباء. يعني الحين الكهرباء مثلا الكيلووات للوافد كم تنحسب؟ والله ما ادري، 50 فلس. لا مش 50، تقريبا في حدود 27 فلس للمواطن، 7 فلس تقريبا. ما ظنتي لحظه هاي فاتوره الكهرباء عندي هذه. شوف الوحدات اللي عندي ما شاء الله جاي في 1900 وشيء. ها لحظه الحين الهيئه الاتحاديه زين موجوده عندي مخزن. الشارجه على فكره تاخذ كهربته من الهيئه الاتحاديه. خذ معلومه عندي، واثق من كلامك. شو يا فادي؟ ها شو تقول؟ فحطي لك هنا، يعني كاتبين لك يسمونه، وين مكتوبه هذه اخر فاتوره قراءات ياخذون هنا. غريبه، شوف الناس ما تدري، ما تطالع كم محسوب له، كم هذا. انا حاط لك مثلا رسوم الغاز، رسوم البلديه زين، حاط لك مثلا المياه كم. طيب هذه ما عليها اشكال، بس هو الاغلى شيء اللي هي الكهرباء. زين اقول لك هذا الغلط انت اللي تتكلم عنه، رغم ذلك الحكومه قاعده تدعمه. يعني تكلفته على الحكومة أكثر من المبلغ اللي أنت تدفعه. أنت تعرف أخوي. لا أنا أعرف، أنت تعرف أقول لك هالكلام؟ ما الناس ما تعرف المشكلة، بس والله غلا الأسعار، ارتفعت الكهرباء، ارتفعت. طيب زين الحكومة قاعدة تدفع دعم، يعني الحكومة مش ربحانة من الكهرباء، من المردود المادي من الكهرباء. يعني مش مسألة ربحية، يعني ما بيعلك شيء كتجارة واربح من وراك أخذ منك نسبة. أنا بس مجرد كلام إنه يا طويل العمر، انه يعني انت تشوف يعني طالع حواليك كل شيء يزيد. يعني قبل انا مثلا الحين اسيس ستي، انت ما جاوبتني زين فادي. انا اسالك الحين، اقول لك لو انت مالك عقار شو بتسوي؟ لو مالك عقار يقول لك ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. انت الحين لو مالك عقار بتقول هالكلام؟ والله بقول هالكلام، نعم. اعطيني عقار املكه وشوف اذا حد بيشتكي علي. انا اعطيك عقار؟ لو اعطيك عقار يعني اقول لك، يعني يا اخوي الحين هيله التجار، خلينا نكون واقعيين.
إذا اللي يملكون بنايات مش بناية واحدة، لو يملك بناية واحدة الواحد يقول أوكي يملك الله يعطيه اللهم لا حسد، 10 و20 بناية وكذا 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 وكذا، طيب أوكي يا أخي عندك ناس موظفة تشتغل براتب معين، وطبعا يعني في ناس رواتب ماله ما تجي، يعني أنا راضي من كم من سنة ما زادوا، عارف كيف يعني يختلف، حتى عايش على الراتب، لا عندك تجارة ولا عندك مدخول ثاني فقط لا غير الراتب. على العموم فادي الله يخليك، مدارس. رسالتك واضحة يا طويل العمر، اقتراحك واضح أنك أنت تطالب بوجود نسبة محددة على الإيجارات، للإيجارات أساسا لا يظلمونك ولا تظلم أحد، يكون المالك مستانس والساكن بعد مستانس إن شاء الله، بس إن شاء الله عادي تبقونا عادس إن شاء الله إذا الله راد. حياك الله. ملاحظة على الهوى بس. الله يخليك، جزاك الله خير. سموحة من المستمعين وسموحة منكم عادة. ومنك يا طويل العمر، حياك. جزاك الله الخير. حياك. الله يحفظك. الفاصل جاي تواصل معك. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله. نحو 20 مصابا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واحتجاز عشرات داخل فجر اليوم. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم في رام الله ويزور غزة. البرلمان البريطاني يصوت على مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية الرمزية اليوم. غارات للتحالف الدولي على مواقع تنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني شمال سوريا، والتنظيم يسيطر على مباني أخرى وسط المدينة. واشنطن تتلقى موافقة تركية للسماح للتحالف الدولي باستخدام قواعد عسكرية تركية في الحملة التي يشنها ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. كيري وزير الخارجية الأمريكي يقول إن العراق هو النقطة الاستراتيجية للقضاء على تنظيم داعش بالتزامن مع إضعاف التنظيم في سوريا. وفي العراق تنظيم الدولة يطوق الأنبار مع إعلان مقتل قائد شرطة المدينة بعبة ناسفة وسقوط نحو 100 ما بين قتيل وجريح بتفجيرات انتحارية في محافظة ديالى. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمسي يرى دورا أمريكيا أكبر مستقبلا في تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية على الأرض إذ حاولت استعادة مدينة الموصل من سيطرة داعش. مصادر أمنية مصرية تعلن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 15 مصابا في حادث تصادم 3 حافلات صغيرة خارج مدينة إدفو في أقصى جنوب مصر. في الاقتصاد، وزارة المالية تؤكد أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015 أقرت دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لا تشمل أي زيادات غير نظامية في الرواتب وتشمل النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يفتتح الدورة 34 من معرض يايتكس لتقنية المعلومات ويؤكد أن الإمارات تسارع الخطى نحو العالمية في التحول الحكومي الذكي. هبوط أسعار النفط العالمي أكثر من دولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد استبعاد أوبك خفض إنتاجها لتعزيز الأسعار. في الرياضة، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم تحضيراته استعدادا لودية أوزبكستان غدا. اتحاد الكرة يخطر خليج 22 بقائمة الأبيض الأولية والتي تضم 35 لاعبا. بتصفية أمم أوروبا اليوم، إيطاليا في ضيافة مالطا، أيسلندا تستضيف هولندا، لاتفيا تركيا في أبرز اللقاءات. مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو تعلن أنها أنهت بالكامل اختبارات تقنية الاتصال الصوتي عبر الجيل الرابع، وأنها بانتظار طرح أجهزة الهاتف المتوافقة مع هذه التقنية مطلع العام المقبل 2015. أخيرا، محرك البحث جوجل يجري اختبارا على اختبار طريقة جديدة للمستخدمين تمكنهم من الاتصال بالأطباء عند قيامهم بالبحث عن نصيحة طبية. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. اندلخة هو الحل المثالي لمشاكل تساقط الشعر. الصيف قرب وبدأ الجو يتغير، ولكن مع اندلخة ما في داعي للقلق. زيت الشعر اندلخة برينجا محضر بتقنية المعالجة الباردة، مما يسمح له باختراق فروة الرأس وتقوية جذور الشعر من خلال تجديد خلايا الشعر، وأيضا يحمي من تقلبات الطقس. حابب أنك تشعر بالتغيير؟ إذن ابدأ باستخدام زيت الشعر اندلخة برينجا واكتشف الفرق بنفسك. زيت الشعر اندلخة برينجا، إنه حقا فعال. اللعبة التي ينتظرها عشاق ألعاب الأكشن Call of Duty Advanced Warfare قد وصلت. احجز نسختك اليوم عبر الإنترنت أو في المتاجر. اطلب إصدار Day Zero مسبقاً الآن وابدأ اللعب قبل موعد الإصدار الرسمي ب 24 ساعة. I have the power.
تعبت وانا ادور، يا ريت في مكان واحد نلاقي فيه كل انواع المجوهرات المميزه. اكيد في معرض الشرق الاوسط للساعات والمجوهرات، فيه اكبر مجموعه من الساعات والمجوهرات الذهبيه والماسيه، ويمكن نفوز بعد بمجوهرات فخمه يوميا. زوروا المعرض بدورته 37 في مركز اكسبو الشارقه من 14 حتى 18 من اكتوبر، يوميا من 12 ظهرا حتى 10 ليلا، اوقات خاصه للسيدات، والدخول والمواقف مجانيه. هل تواجه تحديات يومية بسبب البدانة؟ هل تعاني من السكري، ارتفاع الضغط الشرياني، أمراض القلب والشرايين، توقف التنفس المتقطع أثناء النوم؟ العيادة الجراحية لعلاج البدانة لدى المركز الأمريكي الجراحي في أبوظبي والفريق الطبي المتكامل تحت إدارة الدكتور باتريك نويل استشاري الجراحة العامة ملتزمون في دعمك ومساعدتك قبل وبعد وخلال كل خطوة من مشوارك للحفاظ على حياتك وصحتك. اتصلوا بنا على 024430909 شارع مبارك بن محمد منطقة الروضة أبوظبي. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعين رابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على موجة 7.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 شبكتين طبعا صلات ودو. رسالة شعرية للشيخ وسيم يوسف من شويعر عجمان خلف بسلطان، إن شاء الله يخلف بيتواصلون ياك الأخوان.
السلام عليكم. هل صرت عار على المجتمع بعد ما تقاعدت من العمل؟ لا أحد يقبل من مساعدتي، لا أريد إلا ديني يقضى وحسن الخاتمة. أبو سيف الشارجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مواطن خلود محمد، أطلب خلود محمد عبيد المزروعي، أطلب مساعدة في تسديد رسوم دراستي الجامعية، حيث أنني كنت أدرس بالجامعة الأمريكية بالشارقة وانتهيت من الدراسة السنة أو دراسة السنة الأولى، والتي تقدر رسومها بمبلغ 68,520 درهم. أرجو التواصل ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم. عندي جار شقة وداخل محكمة، ممكن يصدر حكم إخلاء، وين أودي عيالي؟ أرجو من المحسنين مساعدتي، المبلغ 50,000 درهم. أبو علي. اتصل في شركة مساندة في أبوظبي واستفسر عن البنية التحتية لمدينة خليفة العاصمة سابقا، متى تخلص من 2004 وانا اتغير؟ تعبت من الايجار، جزاكم الله خير. ابو عبد الله، ابو عبد الله اعتقد ان ابو راشد تواصل احد من المسؤولين في العاصمه الحبيبه طبعا ابو ظبي، وسالهم عن البنيه التحتيه، ما ادري شو كان الرد، ما اتذكر. هذا يقول قاعدين في الحر ما عندنا مكيف، ارجو مساعدتي. ام يحيى، والله العام شو، والله العامل يوم يخلص الفندق اللي باننا يقولوا له ممنوع دخول العمال. كيف يعني إذا غير ثيابه ما يقولوا غير ممنوع دخول العمال؟ كل يدخل يا طويل العمر. زين. كذلك السيادة بالإضافة، يمكن بعض الدول ما ترضى رعاياها التجنيد في الخدمة الوطنية. مش مفهوم رسالتك يا طويل العمر، وصلتني بهالطريقة. رقم واحد وكذلك نقطة السيادة، اثنين بالإضافة نقطة، يمكن بعض نقطة، شي يعني رسالة واصلت اللي يمكن لو تصححها يا طويل العمر. انزين، هذا يقول انا مواطن داوم في كذا، انا بس ملجت وما عندي فلوس باقي عشان اكمل عرسي، انا بعدني ما عطيت زهبة الحرمة واتمنى حد يساعدني. هالجهة اللي تداوم فيها يا اخوي رواتبها مش بسيطة، انا ما اقدر اقول الجهة وين. إذا اليوم أنت مو بقادر على العرس، كيف بتقوم باكر وبتقوم مسؤولية البيت ومسؤولية الحرمة والعيال؟ الله المستعان. ها؟ ليش على ديون؟ هذا أقل شيء أقل شيء أقل شيء راتبه، أقل شيء. ها؟ شوف كم راتبه؟ أقل شيء كم راتبه تتوقع؟ لا لا لا، 18,000 أقل شيء، 17-18 أقل شيء، أنا أتكلم أقل شيء، وأنت طالع عاد أحسبها. أنا من فترة طرشت لكم استفسار بخصوص الدعم الحكومي للإعلاف، وصوتي وصل عن طريقكم لوزارة البيئة، وحبيت أشكركم وأشكر على التواصل ومتابعة الاستفسار، بالأخص سعادة الأستاذ سلطان وكيل الوزارة المساعد، جزاهم الله خير. الأخوان ما يقصرون، الله حق، كل الشكر والتقدير طبعا للأخوان في وزارة البيئة على تواصلهم. هذا واحد من الاخوان كان مطرش من الفجيرة على حسب ما اذكر، كان يطالب الدعم الحكومي من وزارة البيئة بخصوص عزكم الله الاعلاف وهذا الحيوانات او الحلال. فجزاهم الله خير الاخوان في وزارة البيئة، سمعوا الرسالة وتواصلوا وياه، فالظاهر حلوا الموضوع وحلوا مشكلته، جزاهم الله خير. انزين، السلام عليكم، عندي مشكلة وبدي مساعدة من حضرتكم. حضرتك لو اضطرش لي شو المشكلة عساس نشوف نقدر نساعد حضرتك ولا لا. ممكن تتواصل معي تحت الهواء يا اخوي، اضطرش لي شو الموضوع ان شاء الله بنحاول نتواصل وياك. اللي مطرش الرسالة هذه يبغي يوصلها للشيخ يا طويل العمر، الشيخ فاتح ديوانه ويستقبل الرسائل ويستقبل الطلبات، فممكن تتواصل مع الشيخ عن طريق الديوان او عن طريق مكتبة أو عن طريق القصر، شوف وين قناة التواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عجزت والله عن دفع متأخرات ابني الدراسية تقريبا وعقبها مقطوع الرسالة، كيف وين الواحد يشتكي على المصرف المركزي؟ المحكمة يا طويل العمر، المحكمة. بس المصرف المركزي ما أظن بتشتكي عليهم أنت، لأن عندك مشكلة أنت أكيد مع أحد البنوك، فتشتكي في المحكمة يا طويل العمر.
عندي مشكلة مع اتصالات من شهرين أرجو التواصل. فالك طيب بنطرش رقمك يا طويل العمر عندهم ما شاء الله بيتواصلون وياك. عندك رقم مازن؟ لا مو مازن آل علي اللي هو فاصل؟ أفا ناخذ فاصل ونجي أتواصل معكم. دائما كنت أشكي من انسداد مجرى التنفس ومن الصداع ومن ألم الجيوب الأنفي يلي كان منكد علي حياتي، بس الحمد لله أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الكندي التخصصي قدروا يريحوني من كل هالمشاكل، شخصوا الحالة وأجروا لي الجراحة اللازمة بالمنظار. شكرا للمستشفى الكندي التخصصي. صحتكم أمانة غالية. المستشفى الكندي التخصصي وجد ليساعدكم في المحافظة عليها. ما يزيد على 60 من الاستشاريين والاختصاصيين تدعمهم طواقم تمريضية وتجهيزات حديثة، معايير الجودة العالمية JCI، أجواء من الترحيب وراحة ورفاهية. نقبل جميع أنظمة تأمين المعتمدة، عيادات خارجية 7 أيام في الأسبوع وقسم للطوارئ على مدار الساعة. للحجز والاستعلام هاتف رقم 04-707-2222. ماذا لو أصبح بإمكانك تحويل الأموال أثناء التسوق بالقرب من منزلك أو حتى في محطة الوقود؟ الآن تقدم لك وستن يونيون خدمة جديدة لتحويل الأموال من خلال أجهزة الدفع الذاتي كيوسك. الخدمة متاحة على مدار الساعة وعبر أكثر من 580 جهازا في جميع أنحاء الإمارات. كل ما تحتاجه هو تسجيل الخدمة مرة واحدة فقط في أي من فروع الفردان للصرافة أو شرف للصرافة. للمزيد من المعلومات اتصل على 800-4851. تحويل الأموال نحو الأفضل، تطبق الشروط والأحكام. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يسر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة 10 لمسابقة التاجر الصغير وحتى 31 من شهر أكتوبر 2014، ويمكنك التسجيل الآن عن طريق الموقع الإلكتروني yec.ae. لم يعد نمو الشعر سراً بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر فورست هيربز الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له بمكونات طبيعية 100%. فورست هيربز، جمالك من الطبيعة. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة. شعور ما بينوصف. هالشي كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي، حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياسووترورد.com. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دولي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. جامعة الجزيرة في دبي، اصنع مستقبلك واجعل شعارك التميز. منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة، الخيار الأمثل لقضاء الإجازة العائلية. المستشفى الكندي التخصصي دبي، الرعاية المتميزة وسيلتنا وسلامتكم غايتنا. البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني. جد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجب 7.8، ورحب مكالماتكم على 6005516110، ورسلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 شبكتين طبعا الصلاة ودو. كيف كذي طلعنا عليه وما يقول لي بطلعك ولا يقول لي شيء؟ أنتم حطيري العريل هناك تراقبه صح وتقيمه وقاعد تشتغل تسوي اتصالاتك جزاك الله خير. يعني زين شو سالفة هاي مال هوية؟ زين أنا فاهم الموضوع لأن جايتني الرسالة. زين طبعا
تحية طيبة. هذه رسالة طبعا من الأخوان في هيئة الإمارات للهوية، طبعا يشكروننا وكذا، نشكركم على دعمكم وتعاونكم الدائم مع إدارة الاتصال الحكومي والمجتمع في هيئة الإمارات للهوية، وأرجو منكم التكرم بالنظر في إمكانية بث الرسالة التالية عبر إذاعتكم وقر باسم هيئة الإمارات للهوية لطفا للأهمية. والله نحن حاضرين ونخدمكم بعيوننا يا هيئة الإمارات للهوية. يقولون طبعا تؤكد هيئة الإمارات للهوية عدم صحة، أرجع أكرر، عدم صحة ما يتداوله البعض عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي حول توفر وظائف شاغرة في مراكز تتبع للهيئة داخل مطار الدولة. هاي يمكن أحد الرسائل اللي الناس تداولوها كإشاعة، فلذلك نحن نأكد على الإخوان اللي يعيدون إرسال أي معلومة بدون ما يتأكدون منها. وتهيب هيئة الإمارات للهوية بالتعامل أو بالمتعاملين عدم الالتفات إلى الشائعات، وتوضح الهيئة إلى أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها يتم بشكل رسمي من خلال الصحف المحلية وعبر موقعها الإلكتروني. وتؤكد الهيئة أن الشائعات المتداولة عارية من الصحة أو عن الصحة، وتدعو المتعاملين إلى الاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الوقوع ضحية الشائعات والتواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، سواء عبر مركز الاتصال على الرقم 605-3003 اللي هو 600-530-0003 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على موقعي فيسبوك وتويتر، أو عن طريق خدمة المحادثة الفورية المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني، فضلا عن مراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. كما تؤكد الهيئة أنها باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لكشف مروجي هذه الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتفضلوا جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير. طبعا هذه الرسالة كانت من هيئة الإمارات للهوية، فلذلك نرجو من الأخوان أي شيء يمس الدولة، يمس الوزارات، يمس الهيئات، يمس القرارات اللي مثل هذه، رجاء رجاء عدم نشرها دون التحقق منها، ولا تعرض نفسك للمساءلة القانونية، لأن هذه فيها إجراءات قانونية صارمة وراح تتخذ بحقك عقوبات، فلذلك تأكد من المعلومات قبل لا تنشرها. نقول الو. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا اخوي، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، تفضلي. الله يسلمك اخوي، انا موضوعي ما اعرف اذا بسيط او كيف ما ادري. ف باختصار شديد، انا مطلقه وعندي 7 عيال. ماشي. احمل جنسيه عربيه، مواليد الدوله. المهم عيالي 6 يدرسون مدارس خاصه، فلين الحين ما وديتهم بس عساسهم عليهم بتأخرات 18,000 من غير التسجيل الجديد اللي يبغون سلسل مبلغ من كل طفل. فالجمعية الخيرية ما قصروا ساعدوني 19,000 دفعوا كل جمعية دفع مبلغ بسيط. فالحين قدام كمل دخلنا احنا ثاني شهر من الدراسة لين الحين اليهال في البيت. يا سي 18 غير 19 اللي دفعوا للجمعيات، دفعوا 19 المتبجي 18,000. وانا الحين حاليا في الجوازات قاعده على اساس موضوع ضمان الياهل، يبون ضمان على كل ياهل على اساس اجدد اقامتهم، يبون ضمان 5,000 على كل ياهل، وهم 6 هم 7 بس السابع بعدني ما خلصت امورها. يعني في 18 دراسي وفي 5 عن كل ياهل بعد هذه غير؟ اي نعم. فانا ما اشتغل ولا لاي مصدر دخل غير الجمعيات الخيريه اللي ساعدوني في السنه مره ما يقصر. الله يعينك اختي، مكالمتك على الهواء. اسمك بالخير بس؟ ام عبد الله. اذا في احد بيساعدك يا ام عبد الله ان شاء الله متواصل وياك. حياتي اختي. نقول الو. الو. طبعا الاخت على فكره دخلناها لان نعرفها وعلي متعامل ويا حالتها وعارف موضوعها من الألف للياء، هي فعلا تعاني من هالمشكلة. شو بقول الحين؟ قولي شو بقول. أقول الله إن شاء الله حد يسخر إن شاء الله، وعلي يعني حالة موثوق منها يعني صح التعبير. فإذا بنقول 5 في 5 أو 6 تقريبا، ها قاعدين نتكلم عن 25,000 30,000، هاي حق إدارة الجنسية والإقامة، وعندنا 18,000 هاي دراسية، رسوم دراسية، فحرام يعني شو ذنبهم هالعيال. طبعا في وايدين بيقول ليش تجيب هالكثر، ليش؟ أنا كم اتصل فيني واحد يقول يا أخي واحد بذا هو محدود الإمكاني ليش يجيب عيال هالكثر. أقول أنا ما أقدر أقول هالكلام،
لأن كل مولود ينولد ورزقه وياه، ولكن بعد في شيء اسمه مو بتحديد النسل، هو اللي هو ترتيب النسل. فحين نحن مش في وضع ليش وليش وليش، الحين نحن في وضع إن في 4 و5 من العيال قاعدين في البيت، مفروض يدرسون، مفروض يتعلمون، وهذه كلهم مولودين في الإمارات. الله المستعان. زين نقول ألو. ألو. أيوة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أبويا؟ يا مرحبا. الله يخليك. أنا أبغى أتشكر ويا حق وزارة الهجرة دبي، يعني الصراحة لو أي شيء أقول ما أبغى يعني شو بقول. إدارة الإقامة وشؤون الأجانب قصدك؟ إيه نعم. نعم. اليوم صرت والله أول صرت عمل عمال. عمل عمال سووا لي شيء، رحت التسهيل ما سووا لي شيء، هذا يدزني هوا على. ورحت قالوا لي الهجرة، والله يوم رحت قسمة أول صرت مكتب المري ونعم الريال ونعم الريال ونزلوا شو ما شفته، شفت واحد ثاني حين اسمه ما عرفت، وقال لي سيري قسم 15 عند واحد نقيب منه حسن درويش، والله ما قصر يزاه الله ألف خير، كان بيغرموني والله فوق 15-16 يمكن أزيد، وكله كله 1000 درهم سوى علي. والأخت وحدة وحليلها ما قصرت فيها، اسمها صديقة علي، والله وخلصت إجراءاتي كلهم، ويزاهم الله ألف ألف خير. وهذا بلادنا والله اني ما مقصره فينا، يعني بقول اي شيء والله ما اقدر اقول بعد. الحمد لله والله صحت وانا طلعت، ولا كنت بيغرموني وبيبهدلوني الهنود هالبنغاليه. منو معي بس عفوا تعطيني اسمك يا اختي؟ اسمي مريم محمد. زين يا ام محمد. ايوه مريم محمد. زين ام منو ما شاء الله؟ ام منو؟ ام اسماعيل. ام اسماعيل. زي ام اسماعيل، شو موضوعك على اساس ممكن نستفيد؟ إيه ممكن الناس تستفيد. عندي محل ايه زين، ومن 18 سنه وفي بنغاليه حدود قول 13-17 نفر فيه، في 17 محل. شو هذا ما شاء الله؟ هي محل شو؟ عقب واحد ام اسماعيل. محل شو؟ محل خياط. خياط في 18 عامل ما شاء الله. هيك محل عود. هذا مشغل يعني يعتبر؟ اه مشغل يعتبر. ايه عود، لكن شو اخذ منهم؟ يا ريت لو تعرف ما بتتاكد. انا وكيله خدمات بس. ايوه هي. واخر شيء شو كم يعني والله اقول لك يعني ما ادري اني شو قايل. هذا واحد عامل زخو وانا مكنسلتنا والمسؤول مودنا المطار بيسفره وما سافر وخلاه في البلاد، وأنا ما عندي علم من سنتين. ويوم زخوه بعد سووا لي محاكمة ودنيا، وبعد عقوا عني وقالوا ها 1000 درهم برأي سووا أول مرة ما كنت عارف. قلت أبوي الحين ما عرفت، أنا أول مرة أدري أني تي سوون. طلعت الكش وثلاث أنفار هني في البلاد وأنا مسلخ. تسمحي لي أم إسماعيل بس كم يعطونك يعني؟ اسمحي لي على السؤال. 600. كم؟ 600 في الشهر. 600؟ ايه والله يعني تقريبا 7200 في السنة. ايه تاخذين نصيحة اخوك الله يخليك، فكي عمرك من هالرخصة. الحين السيدة السيرين الدار اقتصادية وتتصلين فيه وتقولي له ابو سرد اقول لك كفيل ثاني الله يخليك ما ابغيك. ايه زين هو قال لي كفيل ثاني. ايه الحين واحد كفيل غيره وين بيحصل. زين قلت زين. ايه واشوف شرد مايه. لا سيري اشتكي عليه. كان مسكر. صرت عمل عمال قلت لهم قالوا والله مو من عنا. سيري التسهيل، رحت التسهيل قالوا لا مو من عنا، من عند الهجرة وحدهم قالوا هذا شغل عمل عمال مو بشغل اني هم يبندون الدكان ويزخونها يعني يسوون على لاذيله. زين ام اسماعيل خلصوني والله اسماعيل. الباقي الحين احاول. الله يخلي سيري يا اختي، خذي نصيحة اخوك، فكي عمرك من الرخصة لأن بتراكم عليك غرامات، يمكن يبيعون، يمكن يسوون، يمكن ياخذون السلفة، هذه كلها انت بتتحملينها باكر. صح انك وكيلة خدمات بس في امور
او في التزامات معينه ممكن تقع عليك انت. فروحي اختي الله يخليك. خدمات شو مع وكيله خدمات؟ زين ترى اقول لك ما ترزى يعني شو 600 درهم هذه؟ والله العظيم 600 مو ب 600 لو 6000 بعدها على المشاكل اللي وراها هذه بيفك عمرك. محل طابقين ما شاء الله والله الحين عاد خلاص ابغى اكنسلهم كلهم. لا انت سوي تنازلي وخلاص خلي برايه هو يا هذاك ابراهيم يعني يتفقون. ما يجون الحين ما يردون علي حتى الهجره اتصلوا فيهم ما يردون. بصير اشتكي عليهم. ايه الحين اشتكي وين؟ اشتكي في الدائره الاقتصاديه. ايه الحين هناك اثير. ايه. الدائره الاقتصاديه ان شاء الله. او العمل العمال كذلك بيتعاونون وياك من حقك. العمال شو قالوا لك؟ رحت التسهيل. لا 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 انت صرتي عشان موضوع الغرامات الحين روحي عشان موضوع ثاني. الحين انت موضوع الغرامات الحمد لله جزاهم الله خير الاخوان في اداره الاقامه وشؤون اللجان في دبي حلوا لك المشكله هذه. الحين سير يقولون بي انا هاي الرخصه ما اباها وهذا الريال قلت بنقل كفالته او صرت اقول لك كفيل ثاني الريال هذا يتهرب فهم بيتصلون فيه وبيبونه غصبا عليه وبيشوفوا لك بيخبروه شو الاجراء. بعد فايز طيب نحن بنخلي العمل وزارة هاي علي 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 ان شاء الله بيخليهم بيتصلون فيك طال عمرك وبيعطونك الحلول ان شاء الله. فايز طيب الله يخليك حياك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. استعد للسفر مع هذا العرض الرائع من العربية للطيران. استمتع بأسعار مخفضة إلى أكثر من 37 وجهة ابتداء من 599 درهما فقط لرحلة ذهاب وعودة شاملة الرسوم والضرائب. أسرع فالمقاعد محدودة. احجز من 12 وحتى 22 من أكتوبر وسافر لغاية 10 من ديسمبر 2014. قم بزيارة airarabia.com الآن أو اتصل بنا على 06-558-0000. تطبق الشروط والأحكام. إن كنت أبي واحد مندي لحم واثنين مضبي دياي أو كنت عايز واحد كشري كبدة وبعدها واحد مشلتت بالقشطة والعسل يا عسل أو نزل لي صحن مشاوي مشكل على كيفك وما تنسى التبولة والحمص فحتما ستجد كل هذا في مطعم نور الشرق بوابتك لأشهى المأكولات الشعبية والعربية. أول مطعم شعبي يجمع ثلاث مطابخ في مطعم واحد. مطعم نور الشرق صالة للعائلات يوجد فطور وغداء وعشاء. عجمان نعيمية مقابل مستشفى جي أم سي. توصيل مجاني هاتف 06-748-4910. امنحي بشرتك ما تستحقه مع بيزلاين مستحضرات تجميل وعناية محضرة من مستحضرات النحل إضافة إلى الأعشاب الطبيعية وبدون أي مواد ملونة أو عطور اصطناعية لتمنح بشرتك العناية التي تستحقها. عناية متكاملة للبشرة الحساسة والبشرة الدهنية تفتيح البشرة والوقاية من أشعة الشمس إضافة إلى مستحضرات العناية الشخصية. كوني معي أنا سلام ضمن برنامج على الطريق لفرصة الفوز بسلة هدايا قيمة من منتجات بيزلاين بقيمة 500 درهم واختبر الفرق بنفسك فقط على راديو رابعة. شو هو أول شيء بيخطر ببالكم وقت اللي بتفكروا بالتسوق؟ كارفور ماركت؟ إلكترونيات؟ أكيد إيماكس، سامسونج العطور، الرصاصة وفانيلا للعطور باترفلاي لبصريات وكمان مطعم شكسبير مكان واحد يجمع كل هؤلاء ماي سيتي سنتر الناصرية 21 متجراً متنوعاً إضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات تضم بنوك ومطاعم وصيدلية ماي سيتي سنتر الناصرية مفهوم جديد للتسوق العائلي. يا من هواه أعزه وذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت إنك لا تخون فخنتني وحلفت إنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاد
لأقعدن على الطريق واشتكي وأقول مظلوم وأنت ظلمتني. كفاني عذاب الله. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. جامعة الجزيرة في دبي، اصنع مستقبلك واجعل شعارك التميز. منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة، الخيار الأمثل لقضاء الإجازة العائلية. المستشفى الكندي التخصصي دبي، الرعاية المتميزة وسيلتنا وسلامتكم غايتنا. البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني. يدري عاده هو خليفة، هو عارف الوضع هناك. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على موجب 7.8، ونرحب بمكالماتكم على 600551610 ورسالكم نصي القصير للسمس نستقبلها 7009. الشبكتين طبعا صلاة ودوم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا رقمك 6221. أنا نورهان، خريجة في مجال الأعمال خريجة في مجال الإعلام، أبحث عن فرصة عمل في الإذاعة. اتصل فيها علي، اتصل فيها، بنسوي له اختبار تيست على الهواء. السلام عليكم، حبيت أستفسر إذا في خطة قريبة المدى للصف شوارع عجمان مويهات 1-2 وشكرا. والله اللي نحن نعرفه يا طويل العمر بعد من خلال إدارة البلدية ووزارة الشؤون جزاهم الله خير، إن في خطة لتغيير جميع الشوارع اللي هي مثلا فيها مشاكل أو ضيقة أو فيها حفار أو غيره، أو الشوارع المتهالكة إن صح التعبير. ففي خطة لكن يبدون بالأولويات. يمكن حد يتصل فيني للأمر هام ضروري. أخوكم بو أحمد. بو أحمد طرش لي شو الموضوع يا أخوان اللي يبانا تواصلوا ياه، الله يخليكم يطرش لنا شو الموضوع، نبذة مش القصة كاملة، نبذة على الأقل. يخصمون مرتبي بدل سكن بأثر رجعي، وليست زوجتي تحصل شي مكتوبة، وليست زوجتي تحصل على بدل سكن، رجاء التواصل لإنقاذ أسرتي من الضياع. عندي شكوى على الاتصالات إن شاء الله. بيتي مسروق في العيد وما حد مهتم. أبو عبد الرحمن، طبعا الأخ أبو عبد الرحمن نحن تواصلنا ويا جزاه الله خير، يقول والله بيتي انسرق ويو الشرطة جزاهم الله خير، وخذوا البصمات ورفعوا البصمات وكذا، وقاموا بإجراءات اللازمة وساروا. فالحين ما أدري هو شو يبان نسوي. والله يقول أهله خايفانين وكذا، وهذا كيف يعني خايفانين؟ مش فاهم يعني. يعني يقول لك احفظ مالك ولا تتهم يارك. منو